الرقية الشرعية من السنة النبوية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله الكبير. أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار، ومن شر حر النار. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرقية الشرعية من السنة النبوية.